اليوم بسوي لكم وردة التفاح بالبوف بيستري. يا سلام. أول شيء بنجيب التفاحة بنقصصها بهذا الشكل، وبعدين بنحطها في ماعون ونكب عليها ماي وليمون ونقلبها على طول على الميكرويف. هني عندنا الشكر والدارسين نخلطهم مع بعض، وأرش الطحين وأجهز القاعدة مالتي وأطلع البوف بيستري وابتدي أصففه بهذا الشكل، وبعدين بالنشابة نبتدي نفرده من الصوبين. والحين نبتدي يا معلم نصف التفاح بهذا الشكل، خلوه من فوق طالع عليه برا مو داخل العجينة، ونبتدي ندهن بالزبدة طبعا. وتالي نجيب صفار البيض ندهن في البوف بيستري كالعادة على اساس يعطينا التحميشة الحلوة. الحين خلاص بلشنا نسكر الوردة وصارت معنا بهذا الشكل، وحطيناهم بالصينية، وطبعا لازم نحط شوية ونرش من الشكر والدارسين، وعلى الفرن يا باشا نص ساعة. الحين صاروا جاهزين، شوف معي، يا سلام، شوية آيس شوغر وبكذي الوردات صاروا جاهزين معانا في هذه الشكل وهذا القوام اللذيذ والكريسبي من برا وطري وناعم من داخل، شيء قوي من الآخر، وبالعافية.